أصيب 6 أشخاص بينهم ضابط برتبة رائد ومجندان في انقلاب قطار حربي لنقل البضائع في محافظة البحيرة في حادث توقفت بسببه حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية في الاتجاهين. ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن المهندس رشاد عبد العاطي نائب رئيس هيئة السكك الحديدية أن القطار كان يسير في اتجاهه من محطة كفر الدوار إلى المخزن، وأن السائق كان يسير بالسرعة الطبيعية.